مولود الجوزاء حظوظ متصاعدة بتوعدك بشهر واعد وأحداث مهمة وأفراح بترفقك بهالأسبوع المهم جدا مع انتقال كوكب المريخ من مواجهة برجك من العذراء لبرج الميزان. بترتاح وبتختفي الغيوم والحوادث والمشاكل، بتفرح لانفراجات كبيرة، لكن عليك الحذر من نهار السبت مع وجود القمر بالقوس. انتبه كتير، في مصاعب كتير بحيث بتغرق بفترات صعبة ومتاهات وعرائل، لكن الأمور رح تتغير وتتبدل الأحد والتنين مع انتقال القمر للجدي. بيكون الحظ حليفك، بتنتفض على ظلم كنت تعرضت له أو بتنتقل لحياة جديدة. في ظروف رح تواكبها بمفاجآت بتطرق عليك، هالأمر بيشجعك على التلاقي وتذليل العقبات وإيجاد الحلول وإقامة الحوارات البناءة يلي أنت بحاجة لها حتى تلطف الأجواء. كمان رح تسمح لك الظروف الفلكية الإيجابية بعقد مصالحات وتوقيع اتفاقيات مفيدة لك. بتابع الحظ طريقه مع وصول القمر لبرج الدلو الهوائي الثلاثة والأربعة يلي بيقدم لك أمال كبيرة، تقدم، تفاعل، بترتفع فرص النجاح بهالأيام الداعمة للتواصل الدائم بحيث بتكون لامع بحواراتك ومفاوضاتك وبتسيطر على الموقف من جديد وبتاخد القرار الحكيم أو بتفاوض بشأن شروط مهنية أو عقد مادي أو علاوة على الراتب أو عمل جديد. رح تقوم بسفر أو تبحث عن بيت جديد، لكن عليك أنك تعالج الالتباسات يومي الخميس والجمعة تحت تأثير القمر من برج الحوت. انتبه من انفصال أو ارتباك أو عملية شراء ارتجالية أو انفعالية. انتبه ممكن تكون ضحية مكيدة معينة بتعد عن المواجهات والتحديات. عاطفيا، وجود كوكب الحب ببرج الاسد الصديق بخليك تعيش اسبوع رومانسي مليان بالسحر والنشاط، وبتاخدك الجرأه لتقديم البراهين عن حبك وحرصك، ورح تفرح كثير بتلاقي تبادل للعواطف مع الحبيب والشريك. اما العازب رح يفاجئك هالاسبوع بعلاقه جديده، هي صداقه او تعارف، ممكن تتوضد هالعلاقه لدرجه الارتباط الجدي.